تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. وخلال تفقده أعمال التطوير، شدد الرئيس السيسي على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب. بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظاً على أمن المواطنين.